حكينا قبل هيك في موضوع المونتاج على برنامج البريمير كيف بنبدأ. خلينا نراجع سريعا آلية العمل والترتيبات بالكامل. أول حاجة، لو فتحنا البريمير زي ما احنا شايفين حنلاقي عنا فيه هان المشاريع اللي احنا عملناها قبل هيك، يعني هذه أنا مشاريع كنت عاملها قبل هيك. هنا حيكون فينا أهم حاجتين، هما النيو فولدر النيو بروجكت والأوبن بروجكت. أنا لو بدي أعمل بروجكت جديد حعمل نيو بروجكت، أوبن بدي أفتح بروجكت يعني موجود سابقا. خلينا نعمل نيو بروجكت. وحكينا لما تجينا القائمة هذه في عندي حاجتين مهمين، أول حاجة اللي هي النيم الاسم، تاني حاجة اللوكيشن وين الموقع اللي بدي أحفظه فيه. خلينا نسميه، انتو آخر مرة كنا نحكي على الغاز، خلينا نسميه تقرير الغاز بتاريخ اليوم، عفوا 18/3/2020. طيب مكان الحفظ نعمل براوز، خلينا نحفظه على في انا عملت مجلد اللي هو تقرير الغاز، اتفقنا انه بده يكون عندنا الترتيب بالشكل هذا، نعمل مجلد للبروجكت، مجلد للصوت، مجلد للفيديو. مجلد البروجكت اللي هو انا بدي احفظ فيه البروجكت اللي انا توه الان بدي اعمله يعني، تمام. الصوت تحط فيه كل الاصوات، طبعا في ناس ممكن نقسمهم اكتر من هيك، الصوت يحط فيها مؤثرات صوتية، الاس اف اكس، الفيديوز، ممكن يحط التكست، البي اس دي، الفيكتور، تقسيمات. احنا هيك بشكل هيك مبسط، ممكن نحط مجلد اللي هو البيكتشر الصور، تمام. انا بدي احفظ الان وين في البروجكت، فبحدد البروجكت وبعمل سيلكت فولدر. الان حفظه حيكون وين في الدي، في مجلد البروجكت حيكون اسمه تقرير عن الغاز. طيب اتفقنا انه الجنرال او الاشياء اللي هان مبدئيا بتلزمناش، يعني اول حاجتين هما اللي بيلزمونا، نعمل اوكي. يفتح معنا البرنامج، البرنامج سهل جدا وبسيط، ما حدا يخاف منه. عبارة عن عدة نوافذ، عدة قوائم زي ما احنا شايفين في الأعلى، في عندي قوائم فايل الليت كليب سيكونس ماركس جرافيكس إلى آخره. في عندي هاي النوافذ، لو علمنا كل واحدة فيهم بصير عندي الإطار باللون الأزرق، بقدر أتحكم فيهم يمين أو شمال، أو ممكن أكبر هذه النافذة أو أصغرها ممكن. طيب بدي أسكر النافذة، أنا الثلاث خطوط اللي هان بضغط عليهم ضغطة، وأول واحدة كلوز بانل، بانل يعني لوحة، تمام. اتفقنا كمان انه اي عند السهم هذا ببين لي الاشياء اللي مش موجودة، اللي مش مباينة عندي. طيب انا حتى يروح السهم كيف ممكن اعمل؟ لو جيت بالشكل هذا بروح السهم، بدي اسكر الهيستوري بسكرها بالشكل هذا، بدي اكبر الهيستوري بشكل اكبرها هيك،